السنة هذه تكلمنا على موضوع المؤتمر السوي للنيابة العامة، ولاحظنا تحديدا انخفاض كبير في جرائم السرقة وجرائم المخدرات، شيء حوالي 31% أو 41%، وهذا يبشر بأمور طيبة الحمد لله رب العالمين، كما هو المجتمع البحريني أيضا انخفاض في موضوع قضايا الكوفيد والإجراءات الاحترازية، وقلنا يعني لأمرين، لحسن التنظيم وحسن الضبط أيضا من قبل الجهات المختصة، وأيضا رفع الوعي اللي صار من قبل المجتمع، وأيضا دور النيابة العامة في موضوع إحالة القضايا خلال 24 ساعة من وقت حدوثه إلى حين صدوره. لا زالت الإجراءات معظمها أمانة، عشان نكون واضحين جدا، معظم هذه الأموال الغرامات هي من قضايا بنك المستقبل وما شابه من جرائم في غسل الأموال والتزوير وإلى آخره. هناك أموال كبيرة، مبلغ كبير للغرامة والمصادرة، والنيابة العامة بصدد إجراءات الانتهاء من جمع هذه المبالغ.